ابطال اولى اعدادي، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه دروس بلاش. النهارده ان شاء الله هنحل كل ما يخص يونت 11 اون لاند اند سي من كراسه المعاصر للمراجعه والاختبارات، الفصل الدراسي الثاني، الكراسه اللي اسمها A Week is Enough. في اول تعليق على الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه يوصلك لقائمه تشغيل او بلاي ليست يكون فيها كل ما يخص منهج اولى اعدادي، سواء من كتاب جيم او من كتابي من كتاب المعاصر. كمان قبل نهاية الفيديو بعشرين ثانية هتظهر لك شاشة نهاية او ان سكرين، ارشح لك ثلاث فيديوهات مهمين جدا. خلي بالك ده عندنا يونت 7 و 8 و 9 وممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو ايه مباشرة. كمان ان شاء الله هسجل لك كل ما يخص الوحدة ال 11 من ongoing assessment and exams، كراسة الايه؟ كراسة التقويم المستمر والامتحانات اللي جاية مع كتاب ايه؟ مع كتاب جيم. بداية من بيج 16 افتح الكتاب الجميل كده او الكراسة، هنقرا الكلمات بسرعة جدا او بسرعة، وبعد كده هنحل تدريبات على الكلمات، وبعد كده نشرح الجرامر، وبعد كده نحل ايه؟ نحل تدريبات. بداية من بيج 16 عندنا هنا coral reefs، coral reefs، octopus، octopus، jellyfish، jellyfish، stingray، stingray، sea turtle، sea turtle، whale، whale، ocean، ocean، sting، sting، tail، tail، planet، planet. خلي بالك لاحظ الفرق بين planet و plant. planet يعني كوكب، plant ما فيش اي تبقى نبات. environment، environment، recycle، recycle. بعد كده في الصفحة اللي جنبها مكملين عندنا هنا dirty، dirty، view، view، plastic pot، plastic pot، phone call، phone call، radio station، radio station، gloves، gloves، nature reserve، nature reserve، frighten، frighten، rules، rules، soil، soil، local، local، clear، clear. دي صفة. نبدأ نحل التدريبات بقى عند choose the correct answer from A, B, C or D. Number one، don't throw away those glass bottles. We can space them. Recycle، cook، cycle or bake. يعني ما ترميش بعيدا او ما ترميش الايه الزجاجات البلاستيكيه دي، ممكن نعمل عمليه تدوير بقى، يبقى وي كان ريسايكل ذم. طبعا كوك يعني يطهي او يطبخ، سايكل يعني دوره، وعندي بيك يعني يخبز. نمبر 2، trees are very good for our space because they give us clean air، excitement، improvement، environment، equipment. طبعا الاشجار كويسه جدا ليه؟ طبعا يعني صالح او جيده. طبعا هنا عندي ايه؟ the environment اللي هو ايه؟ البيئه. excitement يعني excitement يعني اثاره، improvement يعني تحسين، equipment يعني معدات. number 3، we don't need that dirty piece of paper، you can put it with the notebooks، books، library or rubbish. يعني مش محتاجين الورقه دي، يعني الجزء الورقه دي يعني ممكن تحطها مع ايه؟ with the ايه؟ with the rubbish اللي هو مع الايه؟ القمامه. مكملين في نفس الصفحة عندنا هنا number 4، a lot of space catch fish from the Red Sea، fishermen، doctors، policemen، soldiers. كثير من ايه اللي ممكن يصطادوا السمك ايه؟ من في البحر الاحمر. طبعا a lot of fishermen، كثير من الصيادين. 5، my grandmother is 65 and knows a lot، we all space what she says، covers، cover، respect، collect or recycle. يعني تيتا دي عندها 65 سنة وتعرف كتير، we all respect، كلنا يجب ان نحترم او نحترم ما تقوله. طبعا عندنا cover يغطي، عندنا collect يجمع، وعندنا recycle يعيد تدوير. number 6، Judy felt very space after she was ill but she is better now، pleased، weak، strong or happy. يعني جودي كانت بتشعر بايه؟ اكيد هنا ضعيفة جدا لما بعد ما كانت عيانة، وبعد كده هنا but she is better now، ولكن دلوقتي صحتها اتحسنت.
Number seven, in the museum, we saw a space of a very old animal. Its bones were very big. Map, plant, skeleton, line. طبعا في المتحف رأينا ايه حاجة، طبعا عندنا هنا skeleton اللي هو الهيكل العظمي، واللي حيوان قديم جدا. طبعا its bones اللي هو العظام بتاعته اللي ايه were very big، كانت ايه كبيرة جدا. Number eight, the shark is one of the most dangerous animals in the pond, ocean, lake or river. يعني سمكة القرش دي واحدة من أخطر الحيوانات اللي في موجودة فين؟ in the ocean. Ocean يعني محيط طبعا. Number nine, a space is poisonous. It stings you when you touch it. Jellyfish, shark, turtle or whale. الحاجة ايه الحاجة السامة دي؟ اللي هو بيلدغك كده لما تلمسه. طبعا عندنا هنا الجيلي فيش اللي هو ايه قنديل الايه البحر. Number 10, when a space is in danger it goes into its shell, seed, coral reef, shark or turtle. ايه هو لما يكون في خطر بيدخل جوه الصدفة او القوقعة بتاعته. طبعا هنا عندنا ايه تورتل اللي هو ايه تورتل اللي هو السلحفاء. بعد كده عندنا بداية من page 26 صفحة 26 الجزئية الخاصة بالجرامر. طبعا الجزئية الخاصة بالجرامر هنا عندنا الزيرو كونديشنال الحالة الصفرية. طبعا القاعدة F الحالة الصفرية، في عندنا حالة أولى، حالة ثانية، حالة ثالثة، في مراحل جاية إن شاء الله. أما الحالة الصفرية زيرو كونديشنال بنتكلم عن الحقائق، to talk about facts، تتحدث عن الحقائق. في طبعا عندي if or when، عندي هنا زي ما تقول كده فعل شرط وعندنا جواب شرط. خلي بالك الحالة الأولى، سوري مش الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى مختلفة. الحالة الصفرية اللي هي تعبر عن الحقائق، يعني بستخدم if أو when بداية، if أو when يعني إذا، وبعد كده عندي الـ present simple فعل الشرط، وبعد كده الـ present simple برضو إيه جواب الشرط. When or if we you add two and two، لما تجمع اتنين على اتنين you get، ما اقدرش اقول لك you will get بقى لان دي ما فيش احتمالات، لا ده you get four، يبقى اتنين واتنين اربعة. يبقى عندك if او when present simple، وبعد كده الجواب الشرط برضو present simple. ممكن خلي بالك اهو قاعد عندي التكوين، عندي if or when present simple tense، وبعد كده جواب الشرط برضو بيكون present simple tense. If or when I don't know a word، لو انا ما كنش او لما بكون مش عارف معنى كلمة I use my dictionary. خلي بالك when or if بعد كده present simple قد يكون منفي، خلي بالك، وبعد كده جواب الشرط present simple. خلي بالك انا ممكن احط if or when في المنتصف ما فيش مشكلة، اللي بعدها اللي هو فعل الشرط واللي قبلها جواب الشرط برضو هيبقوا الاثنين في present simple. The game starts if or when you touch the screen. يبقى خلي بالك انت الجيم بيبدأ اذا او لو او عندما when you touch the screen. ممكن انا ابدأ ب if or when اقول لك if or when you touch the screen تحط كومة وتكمل the game the game starts، ما تقولش the game will start. ممكن بعد كده في الانتروجاتيف اللي هي صيغة الاستفهام ممكن نقول ايه do you feel ill if or when you eat too quickly، يعني هل تشعر انك انت عيان او مريض if او when you eat too quickly. اهم حاجة ان عندي اللي بعد if or when present simple واللي قبلها برضو حتى لو في السؤال برضو يكون ايه present simple. هنا number two, what do you feel if or when you eat too quickly. خلي بالك برضو عندي if او when اللي بيجي بعدها برضو present simple واللي قبلها برضو present simple حتى لو كان سؤال. بعد كده number three التالتة بقى what happens if or when you eat too quickly. كل ده نفس الكلام، يبقى عندك if or when بعدها present simple اللي قبلها برضو ايه present simple حتى لو كان فين في السؤال. اما الجزئية اللي جاية بقى عندي جزئية سهلة وسلسة جدا، عندي جزئية must and must not or mustn't، بيجي بعدها فعل في المصدر خدتها في سنة ستة لو تفتكر، بس أنا مش فاكر واحدة كام. عندك must يعني يجب للإلزام أو الضرورة، حاجة لازم تعملها. لما أقول لك هنا we must save our planet، خلي بالك هتيجي الجملة بعد شوية، we must يجي بعدها فعل في المصدر سالم من غير زيادة، we save or why we must save our planet.
اما ماسنت بقى زي ما احنا قلنا ماست للالزام والضروره، ماست نوت اور ماسنت للمنع والتحريم للاشياء الغير مسموح بيها، الحاجه اللي ما ينفعش تعملها في الحالتين سواء ماست اور ماسنت يجي بعدها مصدر. عندنا هنا وي ماسنت ثرو رابش انتو ذا اوشن، يجب علينا الا نرمي القمامه انتو ذا اوشن في اللي ايه المحيط. يبقى سواء ماست بكرر لك ماست اور ماسنت يجي بعدها الفعل في ايه المصدر. اما الجزئيه الثالثه وهي اسهل برضو، عندي شود اور شودنت. خلي بالك شود يعني يجب ان او ينبغي ان، شودنت لا ينبغي ان، دي فور ادفايس. فور ادفايس يعني للنصيحه، يعني انا بدي نصيحه لحد بقول له يو شود انك تعمل الحاجه دي. لو انا بقول له يو شودنت يعني لا يجب عليك او لا ينبغي ان تفعل هذا الشيء. طبعا الفورميشن عندنا قدامنا، عندي السبجكت بقى، السبجكت بقى ايا كان بقى اي وي يو ذي هي شي ات ايا كان، وبعد كده شود اور شودنت على حسب الجمله مثبته او منفيه، وبعد كده كل الحالات الفعل فين في المصدر. هنا يو شود ستادي هارد، خلي بالك انا بنصحك يو شود ستادي هارد. خلي بالك لما اقول لك فين الفعل تقول لي شود ستادي، ما تقوليش ستادي فقط. يبقى هنا يو شود ستادي هارد دي ينبغي ان، دي نصيحه. طب دي نصيحه انك تعمل حاجه، طب لو نصيحه ما تعملش الحاجه اقول لك يو شودنت ويست يور تايم، يعني لا ينبغي عليك ان تهدر الوقت او تضيع وقت، يعني يو شودنت ويست، يو شودنت ايه ويست. يبقى سواء شود او شودنت ياتي بعدهما الفعل في المصدر حتى لو كان برضو في صيغه الاستفهام. عندي صيغه الاستفهام تنقسم لجزئيتين، يا اما يس اور نو كويستشن اللي هو هل يعني، اللي هو اذا كان شود نبدا بيها وبعد كده السبجكت ايا كان، وبعد كده الانفينيتيف. Should I take a 10 minute break؟ يعني ايه 10 minute break؟ يعني استراحة كده مدتها 10 دقايق. طبعا انا بقول لك should I، فانت لما ايه يعني لما تيجي ترد عليا ممكن تقول لي yes you should لو اثبات، no you shouldn't ايه لو نفي. حتى في ال WH question برضو عندي هنا ال question word وبعد كده should or shouldn't وبعد كده الفعل ثم المصدر. عندي what should I do to learn a new vocabulary؟ طبعا انت ماذا ينبغي علي ان افعل لكي اتعلم to learn a new, new vocabulary. لما نيجي نحل اعتقد دي كل الجمل دي موجوده برضو كتاب المدرسه، عندي choose the correct answer from A B C or D. number one if you touch a jellyfish it spits you. خلي بالك انا بكرر لك مرارا وتكرارا، عندي if وبعد كده present simple، الثانيه لازم تكون present simple. عندك sting stings tanger or stinging. طبعا خلي بالك طالما قلت if present يبقى الثانيه برضو ايه present، يبقى it ايه it stings ايه it stings you. number two the octopus swims away fast it's in danger. يعني الاخطبوط بيسبح بعيدا سريعا عندما طبعا لما يكون في it's in danger. طبعا هنا what where how or when، طبعا هنا ايه when it's ايه it's dangerous it's danger it's in it is in danger. number three when I space ill I go to bed. خلي بالك when وبعد كده present simple وبعد كده I go to bed ال present simple، يبقى when او if وبعد كده present simple. طبعا هتقول لي felt امشي بطريقة السبعات، felt دي ماضي، feels طبعا لا عشان فيها s، feeling طبعا مش هتنفع لان في ing، يبقى هنا when I feel ill I go to bed. بعد كده مكملين برضو في نفس الصفحة، عندنا number four if my sister space a lot of TV she feels tired. عندك watch watches watching or watched، طبعا if my sister وبعد كده present simple. امشي برضو بطريقة الاستبعاد، دي طبعا دي لا عشان فيها اي دي، watching لا عشان اي ان جي. طبعا هنا my sister كانها شي مش هتاخد watch، تبقى هنا if my sister watches TV or watches a lot of TV TV she a she feels a tired. بعد كده عندنا هنا number five if I don't water the plants in our garden they space. لو انت مش تروي النباتات في الجنينه بتاعتنا يبقى they ايه died، لا ماضي dying، لا dies لا عشان هنا طبعا هنا they يبقى they die. يبقى if present simple حتى لو جمله منفيه وبعدها present ايه present simple. number six we space play games on roads. تلعب games on roads على الطرق او في الطريق، لا طبعا must should mustn't or have to. طبعا هنا عندنا ايه mustn't.
معك number 7 use space share your ideas with others can't should shouldn't or mustn't. طبعا خلي بالك هنا بيشجعك او يجب عليك ان نصيحة يعني يبقى you should share your ideas يجب عليك ان ايه نصيحة انك تشارك افكارك with others مع الايه مع الاخرين. Number 8 we space be angry with people you don't agree with mustn't must should or can. خلي بالك كل الجمل دي مكتوبة في كتاب المدرسة دي ارقام صفحات كتاب المدرسة. يبقى هنا we space be angry طبعا هنا ايه طبعا ما ينفعش we can be angry we should be angry with people you don't agree with you must be angry طبعا لا هنا عندنا ايه you must be angry with people لان هي في الكتاب اصلا طبعا mustn't لا هنا طبعا هي في الكتاب اصلا you should يعني you should هنا we mustn't be angry لا يجب علينا ان نكون غاضبين مع الناس اللي احنا ما نتفقش معهم الراي. طبعا هنا سوري يو mustn't خلي بالك هنا يو mustn't بس هي عشان هي في الكتاب اصح يو shouldn't we shouldn't يبقى we shouldn't be angry with the people you don't agree with يعني لا يجب عليك ان لا يجب علينا ان نكون ايه نكون angry غضبانين مع الناس اللي ما نتفقش معهم في الراي. مش لازم يعني مش لازم عشان ما اتفقتش معاه في الراي يبقى تغضب يعني لا. Number 9 when you cross a road لما بتعبر الشارع او طريق you space find a safe place to cross يعني لما تعدي في الشارع كده يجب عليك ان تجد مكانا امنا للعبور. طبعا when shouldn't or must or mustn't or can't طبعا هنا ايه when you cross a road you must find a safe place to cross. Number A, number 10, you mustn't run across the road. يعني لا يجب عليك أن تجري خلال الطريق ده الطريق. You space walk. طالما هي ده you mustn't. يبقى هنا mustn't لا. Shouldn't لا. Can't لا. يبقى هنا you must A, you must walk. نيجي بعد كده للتدريبات الجميلة. Read and correct the underlined A words. طبعا الكلام ده موجود في page 29 صفحة 29. عندنا أول حاجة سهلة كده when it be very cold water turns to ice يعني لما يكون هي طبعا طالما facts when it لازم present simple present simple بتاع be اللي هو is اللي هو verb to be يعني when it is very cold لما الجو يكون ساقع جدا water turns into a into ice الماء يتحول إلى تلج. Number 2 when my father is tired he went to bed ادي عندك وين بعد كده present simple لازم تكون present simple دي مع هي بقى goes. بعد كده عندنا number 3 we mustn't save our planet لا يجب علينا ان ننقذ كوكبنا طبعا لا يبقى هنا we must save our a our planet. بعد كده عندنا number 4 the animals must eat plastic it's very bad for them طالما هنا هو يبقى عندنا the animals ايه لا ما ينفعش ياكلوا الايه الحاجات الايه البلاستيكيه طبعا it's very bad for them يبقى ايه you the animals ايه mustn't. بعد كده number 5 we should use plastic bags just once مره واحده يبقى طبيعي لا يجب علينا ان نستخدم الحقائب البلاستيكيه just once يعني مره واحده يبقى هنا we shouldn't use plastic bags يبقى هنا just a one لما يقول لك just once يعني فقط مره ايه واحده يبقى طبيعي الجمله دي هتبقى ايه منفيه. بعد كده بدايه من page 44 صفحه 44 عندنا choose the correct answer from a b c or d طبعا الجزئيه دي خاصه بالexercise based on vocabulary. عندنا number 1 the space is one of the most dangerous sea animals in the ocean خلي بالك احنا حللناها من شويه اصلا وهنا هنا عندي هنا تون دولفين تيرتل شارك اور ليزرد طبعا هنا الشارك اللي هو سمكه اللي ايه القرش. نمبر 2 ذا سبيس هاز جوت 8 ليجز تو هيلب ات سويم فاست تيرتل اوكتوبوس جيلي فيش اور ويل طبعا ايه اللي هو عنده 8 اذرع هنا طبعا عندنا الايه الاكتوبوس ذا اوكتوبوس الاخطبوط. نمبر 3 وين ا تيرتل از ان دينجر لما التيرتل بتكون في خطر ات سبيس انتو اتس شيل بتدخل جوه الشيل بتاعتها صدفة طبعا عندنا هنا climbs goes takes or makes طبعا هنا عندي ايه it goes.
معي كان نمبر فور. The space has a hard shell to protect it. يعني الحاجة من دول اللي هو في صدفة قوية طبعا ايه to protect it اللي هي لتحميها طبعا the turtle. The turtle هو ايه السلحفاة. بعد كده نيجي مكملين في هذه الجزئية بداية من page 40-45 عندنا هنا and the earth is one of eight space that go around the sun. الأرض أو الكوكب الأرض ده واحد من الايه الايت أكيد plants, planes, planets or plans. طبعا هنا planets يعني كواكب, واحد من الكواكب التي تدور حول الشمس. بعد كده الاكسرسايز اون بيج طبعا بيزد اون ستراكشرز. طبعا عندنا نمبر 1 وي سبيس ووتر اف ات رينز جيت جوت جيتنج اور جيتس. طالما هنا فيها اف وبعد كده بريزنت سمبل يبقى لازم اللي قبلها بريزنت سمبل, يبقى هنا وي جيت ووتر اف ات رينز حقائق. خلي بالك تاكد تمام الحقائق اف بريزنت تو بريزنت. طبعا عندك الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه مش عليك دلوقتي. نمبر 2 when it's very cold water space into ice turns turning turns turn turn. طبعا كنا واخدينها من شويه, طبعا دي present simple يبقى هنا when يعتبر حاله اولى حول حاله صفريه. when it's very cold water a turns طبعا دي present simple. طبعا دي مش present simple عشان في ing, ودي مش present simple عشان في ad, ودي turn مش هتناسب water لان water دي تعامل معاملة الـ a الـ 8. بعد كده number 3 we must space our planets جي ممكن تانت مرة دي saved save saves or saving. we must يجي بعدها فعل في المصدر السادة من غير زيادة save. number 4 you space share your ideas with others. طبعا هنا هو خدناها برضو في جملة كانت choose يعني برضو اللي هي you should share your ideas with with others. بعد كده number 5 what should I space first ماذا ينبغي لي ان افعل اولا يعني. طبعا what should I بعدها مصدر, what should I did لا ده ماضي, what should I done تصريف ثالث, what should I doing لا يبقى what should I what should I do. بعد كده بدأ يعني اللي هي الاكسرسايز 2 read and correct the underlined words. طبعا هنا الجزئية الخاصة ب اللي هو تصحيح الكلمة اللي تحتها خط. عندي هنا when I am hungry I had something to eat. طالما انت عندك عندك when وبعد كده present simple خلي دي present simple بقى, يبقى بدل had هتبقى ايه have. بعد كده number 2 ليلى feels ill if she travel on a boat. ليلى feels ill بتشعر انها عيانة لو if ايه طبعا عايزة present simple يبقى هنا ايه travels. بعد كده number 3 why must we clean the beaches. why must we لازم يكون بعدها فعل في المصدر, فبالتالي why must we clean the beaches. بعد كده اخر جمله you must not listen to the to others students ideas. خلي بالك انا بقول لك لا يجب عليك ان تستمع الى الافكار اصدقائك او زمايلك, ما ينفعش اقول لك you mustn't لا you must listen to other students ideas. طبعا كده هو انتهينا من حل كل ما يخص الوحده 11 من كتاب كتاب المعاصر او كراس المعاصر A week is enough. Thank you.